يا خاب يا دينتن كي بيرد الله وعال كينا سيدا عينو دونو إنو إلهي إنو قو أقبلو أي إنو إلهي كرتشيدينا انت هو حراعة مدني إيو مدنها وسيرك وسارة وسير وسارة الرئاسة أديقا إيو وفدقا كلاستو عضا إيه شغفت عليه إيه قاية عليه مدنه وايد سوغيني شعبك غير قردك واكا واتاقيها وحبا كمان مقنا وحنو كوكو سودة وين هنا هنو شيخ البلد كي قردك اسلام مركانا معموليه وسارده دينتي اوقافته وحنو كوكو سودة وين هنا بيقمارا قردك و عدبك بتايدات كيدي ومحايته مرهير قردك اعطاك ايانو كوكو سودة وين هنا markaas la isugu yimi halka oo nabada lagu soo lagu xiray tiiba imika aynu harsanayna waxay tahay noo soogna halka waxa xitaa yimi ragii joogay oo dhaweyd baasha Cali Jaama oo wasiir ah ayaa halka yimi oo ragii nabada wax ka xiray aha oo yiri intu isaga alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadaan maanta nabad gali ku noolayna wa salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad buma seen abdullaah jeefan وقت شرفت كمل كتر سن حكومته وسيرك وسارة مدحتيدة مدرنا محمود عاشا عدي وسيرك وسارة ورقافنتا عزمان عبد الله الصحابي العطاني مدرنا وسير علي سعيد رجل وسيرك تمتجنتا وسير دولة وسارة دورستا عوضة قدوميها عيادة دورستا طيالة علي محمد عبد الله بيكولو وذا فيصل باش يو وقت تكلا شرفت لي على المقعابين دمانتين وحن نكسر دولنا دقمدا قردك دقمدا قردك دقمديني وقرقيني ومقرأيسا وحيلاتا يكما اسبا وسيركا ملحتوية لغي وسيرنا كاتوما دمانتو انو تاريخ بيكو مدنيه
عدو حن نقول أنا هين عنه مرتدى ولا تشنو مرتي أهان مرتي أهان بأن أولا تشنو وحي نوي ما دنا مرتي أهان وأن أولا تشنو وعادو يا رئيس كذا قلدني منا رد عاي تعاي وكل مية تدوين وكل قلدنينا نتا كلي وحن أباها النهي وأن نقو أدك تعاي والله وإن نقو أدك تعاي غيري وهري لها يقولين حدود دا وقل الله دكالي أيه قالين وإن هو أدك تحسوا قرخوا يسوا أرورتون وأنا أبا حنا هاي إنا أنه تحسوا أرورنا أنه كل جن أنت أغاني وقد دعالو دولة يطبق نبت قالي يا نحريس دوشي نها هاتو سيارة وناكسن وان كفر حلي ايدنا ايدن كفر حضان بعد ايدنا ايدنا والسلام عليكم ورحمة الله عن كسر دمين يا ابو الدنيا هيدا دوستة طيبة علي محمد عبد الله بيكولو وفتقة حكومة السومال لان كسر وقاملي وسيك وسادة من احتويلة محمد الحاش عبدي وزير جو وزارة ورفافين طاقة كي وعي قرنتا وذانا اسمان عبد الله السحردي وزير جو وزارة الدبوداتشين تي بركة عياشة مدن علي سعيد ريقل وزير الدولة وزارة الدولة استهولة مدن أحمد نور فاهية يا دمان حبنا كلا وفتقة هذه آد بانوتي سودوين وحان لنا هاي سودوالا وحان كلا هاي دوينا هاي كلا دمان تيمبا ما أشوكتان با آد بانوما سنتهين تقد غاشدة سودوين توفتقة قيمها بضن كسب حكومة ديني سومالي لان سيدا في عن أهل سودويسين وأنا أعتقد يملكين يشرف على هيدين ومن ذي ذكي قاني ومن ذا هيدين وأنا من مر والبلدين كبرتي هذه أدوغو ما سنتهين وفتقة وزيرة أرنتي حكومة كسعرة وحنو قم أنت قاننا وعن سيكل يلابا ودلوينها غير قرد أي كفر حسيهين oo ay niyad iyo waxa farxad ay idin ku soo dhaweeyaan oo ay idin kaga mahadnaqayaan booqashadiinan ah xubgaal noqoshada xaaladda bulsho nabadgelyo iyo arimaha diiwaan gelinta ee ka socda gobolka ee aad runtii muxuu ahaa meesha dheer aad uga timaadeen ee aad inta badan soo socoteen ee aad daalka badan soo gasheen aad iyo aad iyo aad baa dadweynaha reer galbeed ay idin kaga mahadnaqayaan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waa mid dhaqan u ah xukuumadda uu hogaamiyo mudane axmed maxamed maxamuud siiraayo in ay mar walba ka warhayaan xaaladaha guud ahaan dalka meel kasta oo ay duruufi ka jirtooba in waftiga uu si xukuumadda iyo haday tahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba runtii aanay ka maqnaan oo mid ay aad iyo aad u dheeryihiin oo laga horeeyaan xukuumadihii ka horreeyey ee jamhuuriyadda soomaalilan xilalka usoo kala dambeeyey runtii xagga xogaal noqoshada iyo socodka aad iyo aad bay uga wanaagsan tahay waxay kale oo ay runtii tahay oo ay in badan dheer tahay xukuumadaha xagga waxqabadka xukuumadda la odhan karo way ugu waxqabad badnayd muddadii ay xukuumaddan talada haystay oo aanu odhan karno maanta mashruucii ugu weynaa runtii muddada ah oo maanta sida aynu u soconnay iyo muddada cadaad iyo garada wakiliya loo soo kala socon jiray iyo rafaadka laga soo qabsan jiray runtii aynu garanno ah mashaariicda ay dowladaha waaweyn iyo shirkadaha caalamiga iska kaashadaan oo ay dowladda soomaaliland runtii ee uu madaxweynuhu hogaamiyaa runtii ku dhiirradeen duruufta taalla gobollada bariga iyo go'naanshaha ka go'an yihiin gobollada kale markii ay arkeen wax kastoo kale waa la dhigay taasaa runtii muxuu ahaa aada iyo aada iyo aadna xukuumaddu way ugu mahadsan tahay dadka reer galbeed iyo guud ahaan reer sanaagna arrintaa xukuumadda way ogyihiin way ugu mahadnaqayaan iyaga ilaahay way ugu mahadnaqayaan waxa weeye
وحنا ران كرا رنتي وفتي جمان تعال كن مريا وأفتى وسير ما تعال كن مريا دمان تود هير بن عطاء إسلام عبد الله سعديد تروي جيسي بن عطاء تغير وتغاني ذي سعد كيلو محمد حاشا عدوا جرانسان علي سعيد عدوا جرانسان أحمد نور فاي ورنتي ما تعال كرا وحي يسوع صار عين ومن تبلا يجامل دي كسو تيرين هنا أي كنتي أو أي كسو عطو هول آل يا آل يا دم نيما وش دي وانجلتا هنا كسو غير قطان كسو دي رجليان كتر در جليان على واحد لسو قبل كان على سو قطان أي وبي ما دين إن آل يا إنه وما سنين إلزنا تاور حسوسنا إنسان إن مدرب محمد حاشا عدي ورنتي هذا كان ورانا الله حسين عافية هنا ما تأين لو شيء dadka geedeegan kan aanay muxuu aha baahi badan loo qabin aan oran karo waxa weeye muddo uu ciidamiyay ilaa maanta muddo 7 sano ay sanado koobani ka dhiman yihiin wuxuu aha hadalkii siyaasiyiintii masuuliyiintii deegaanka runtii metelayay ee wax badan 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 runtii ka bedelay ama wax badan dadkan muxuu aha kala qayb qaatay runtii dareemadooda iyo horumarkoodaba ah aad baa usii runtii qiimahaaga iyo sharaftaada loo haya marka laga yimaado runtii mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaani oo ah mandeelaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa halkan ilaa iyo maanta waxaan oran karaa wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi waxa weeye siyaasiga ugu biisaanka culus siyaasiyiinta kasoo jeeda runtii gobollada bariga ama deegaanada kasoo jeeda siyaasiga ugu miisaanka culus ugu runtii wax qabadka badan waxa uu ka qabtay iyo waxa uu qabtay muddooyinkii kala dambeeyey hadday halkan ahayd iyo hadday maruu guddoomiyaha Myers ku ahayd iyo hadday ahayd maruu golaha baarlamaanka uu ka matalay deegaanadanba aad iyo aad baa runtii ay taariikhdu wax halkan laga sheekeyn karo ma aha wasiirada kale Cais Ciid Reegal oo runtii halganaa weyna mid kuryaynimo iyo mid deegaanka Cismaan Cabdillaahi Saxardiid oo isaguna runtii halgamaa weyn hadday xagga qurbaha tahay iyo xagga deegaanada tahay iyo hadday muddadii uu xukuumaddan uu ku jiray tahay runtii halkan isagana aad iyo aad loogu xusuusto iyo Axmed Nuur Faayeba runtii isagana ay garanaysaan dee aanan anigu idin barayn horta diiwaangelintii maayar ka waramay si fiican loo socotaa arrinkan ragu waxay idhaaheen wasiirada xukuumadda ka socdaanta halkan fadhiya ayaa naga guddoonsiinaysaa iyaga ayaa fardaha halkan loogu soo xiriyey iyo fardahaasina waa idin guddoon waxa weeyaan heerka laga ku guddoomisaan kelmadii runtii ugu muhiimsanayd ee ahayd aad iyo aad noona soo saaray halkan waxa tuma ayaa markaa dhammaan marti sharafta waa soo dhawaynayaa kuraasi kaab iyo xariir baanu fiidinayaa
حبل يا قهران اديقا حاشكوها يا قهري يا عدا غل هيري كريم لنا الله المالي كريم بحر الكويم وصير كوريسو مالي لا مهلم وحي بدير شرف تربي بوسيرو حي يا ويا دي باني رغد شي احاشي بالدا بقرا كانوا عوض بديو فرد الصوبات ايو ويلو قد يقان وقا امور دو حدي للا قد تيري وقود قلعو ساري سيقر يا ويل وبيو عادي دقم افر المقول نمي سلامتي كارها لنا نقل بدون waxaan ku soo dhaweynayaa wafdiga weygaha wasiirada mudane ahmed noor baahiye assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxa weeye hukoomada arigu waxa ka hadlayaa wakiilada diiwaangelinta afka hukoomada waxa ku hadlaya wasiirka waafaafinta jooga waxaan halkan u soo maray wasiirku nagu hoggaaminayay waxa weeye wuxuu ogaal noqoshada diiwaangelinta ka socota gobolka Sanaag oo runtii ah gobol aad u ballaaran oo ah 400 kiiba muxuu ahaa dhulka Soomaaliland oo runtii u baahan in dad fiican lagu eego la isdul taago labada gacmoodba la isugu geeyo diiwaangelinta waxa ka socota gobolka runtii waxa kaloo taa weheliyo lagu hoggaaminayay wasiirka madaxtooyada shirar ka socda gobolka oo ka socda meelo gobolka ka mid ah oo loogu gogol xaadayo oo runtii ah dadka aynu wada dhalanay ee walaalaha nahay ee isku deegaanka nahay ee inaga mudan inaynu dhammaanteen inteena halka joogta reer galbeed inaynu gacmo furan ku soo dhawayno oo aynu la qabanno halganka iyo muxuu ahaa iyo ijtihaadka uu wasiirku wado ee ka wado dhulka bariga ee dhinaca ay nagaga yaala dadka aynu walaalaa nahay waxaan idiin sheegayaa diiwaangelintan waxa weeye cid walba danba ay u tahay deegaan walba danba ay u tahay tuulooyinkay dan u tahay magaaladan aanu joogno degmada garadag bay dan u tahay ciddii aan is diiwaangelini ma heli doonto xuquuq ma heli doonto xildhibaan ma dooran karto madaxweyne dalka kama noqon karto waxba ma qabsan karto marka la eego deegaankii degmadii garoodaga waxaa iska diiwaan geliyay 3,000 xildhibaan ma soo saari kartaan dabeetana marka xagga la tago ee la tago wasaaradda qorsheynta waxaa la oranayaa 3,000 baa iska diiwaan geliyay waxa dhici karta marka in laga fekero degmanimadiina waxaan idiin sheegayaa deegaanada ay xukunto degmada garoodag meel kasta ay ku yaalaan dadka deegaanku waa inay u guntadaan siday uga qayb qaadan lahaayeen diiwaangelinta labada gacmood ay isugu geyn lahaayeen diiwaangelintaana ugu fayda maaha micnahoodu inaynu xukuumadda ka sugno dadka kalenu wax la qabnaa dadka deegaamada kale 4 gobol baa inaga horreeyey oo cid waliba iyadaa waday diiwaangelinteeda baabuurta iyadaa kiraysanaysay qarashka iyadaa bixinaysay halgan baa lagu jiray halgan dheer bay gadeen innaga waynu isognahay xamaasadda iyo halganka waynu ku wanaagsannahay runtii dad aad u wanaagsan oo gobah oo halgama oo waxa weeye caadifad leh ayaynu nahay taa maanta socotaa waxaan idinka codsanayaa dadka reer garadag meel kasta ay joogaan deegaankan garadag meel kasta ay joogaan anuu qore ma sheegayo laakiin waxaan sheegayaa dadka reer garadag meel kasta ay joogaan oo diiwaangelina ka socoto waa inay u dhegan nuglaadaan guddida wacyigelinta iyo idaacadaha iyo meel walba oo inay dhacay waa inayna ogaadaan haddii ay diiwaangelintaasi si xun oo seerseera ama seegseega ugu dhacdo in ay waayi doonaan xuquuq badan oo ay keeni doonaan keeni lahaayeen dowladda dhexe waxaan mar labaad idinka codsanayaa dadka reer garadag inaad diiwaangelinta gacmo aad u guntataan aad isugu geysaan labada gacmoodba baabuurtiina aydaan sugin kii shidaal haya ha ka sugin cidna shidaal ha ka sugin cidna lacag adigu u sacrifice gale muxuu ahaa dadkaagii baad u shaqaynaysaa waxaan arkay maanta dad baabuur la oo leh baabuur baanu doonaynaa waxaan doonaynaa baabuur baan waxaan doonaynaa halka waxa ag taagan baabuur reer garadag leeyihiin oo wallaahi ah
وحويها السجلة كو قاده بابورك مركع عيدي بابور بيرفوك السوق هذا شطر هكا إيمانينا ككريب كواك تاقري شقية وديقان كينا وشقية وهيلية سياروفة إيدان وديق مدنة أبوس كنودو وحويها السيباتين هديم كلماتن كنا وصدن كنا إذا كان ديوان قليسو دقمة بي أما إيه نقونا إيسا واحد سوى ساري كرتان سدحي آفر إنت واحد دون إيسان بها سوى ساري كرتان واحد إذا كنت صنع إياه تدال موجيه وحن كسو بي وصيرك سنب الورفات إنت أبداً إسبان عبدالله سهربيت عداني شيخ علماء الدين كهلك إنت فرقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي الحمد لله إلهي ومعطي لي سقع يا أبو معنى غيار نبضني وناقني قرفنا اسمه كان كاي كراي روحي كنت تقوي كان سومالي لا نقول شعر هاي سألت روحي تقوي ولا حتى دور سد من أصبح تهو حلا يا جا دقن كده يتدك دقن كا وحية أكبر أنك إن الشيخ تشهد هذا ما تسومالي لا نقول وش عتلاه ولين هالدين يا هكذا فريا أنت هذا كل كمري ويجا ميكروفون كاي روبي العربي الدين تيوه ما كل هذا هو ناقيد سلطان نصر الدين في سكوتشي سلطان عرب عبد علي وسلطان هي مثل يوم ماموس يشرف إلى حياة هاي شوف عادل عبد الرشيد على ابني وعقلي انا مش على هاي ايو كم من يارو معان في دلك يجوه وعقلي لها عقلي بيان بقى كل القرآن يقولي لي انا كان الله عقل بنادي سجعة عبد الرشيد وان شهي وان شهي عقل دالون ابن فارح دم المرورينة انسينا ما شاء الله بيلا دم بقوك لتكن يعني المسكح ليس يقول لك انها تقول 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 ديوان جلسة تبهم وزير كيوه هو وزير كلام غطا حيا ياد وحادي اوكي ايشك مع رب الامرح او قرانا لان دير رقرا ومير واحد قرر ايه وعي دوري يعني وحوه وحن دوري يا اما قبع كلي حقلو اما بوحيك حقل اما بوراها حقل غير كلا هذا هو حلقة بين ديوان جلسة لان الله سنة دوانتو iyo si kasta ha ku ahaa u gashay weyn isdiiwaan geliya ama waxaa jeelay laba kelmadood ka yidhaahdo in badan waa runta suldaan gobonimada waa u dhaqateeno waxaanu ku leenay marti walba soo dhowey marti hore weyn soo marta halka sanaag laga soo galay dhulka umuur dagaaldegmadii ugu horreysay ayaa tihiin waxaanu ku leenay soo dhowey sidii dhaqanka iyo caadadaas aada maxaan ku lahdaayey لكن مكي كرالي اللي قد تجي رجل أسود ويريس هذا قبل بيع رقاوي وما لها كيدي ذا بي حتى ما انت أفايين كي دولته وحيا لا تعرف كل نسي دين كروينا نو منا كعب لأن سلطان بالعوينة جمهورية سومالي لأنه نكا ما يقام اسكو سكول واحد ما اسكو سكول بي أنا اسكو كلاس واحد أنت سوكر الميسي نكا يقانا نكشلو وعز الله هذه نكلا يقانو وحولي وحا يقانو وزير كيلو مو يا عاوي وزير هذا بس كومو وزير كداخلي السبب هو يقانا مركز تو بوان مركز تو لقاري دولة فيك وبدو وبدو هزيلة لكن وحنا سبترا محمد نور عفارة دور إنه سعى علامة سؤال قليلي فريره وليه من الحمولات جمهورية سومالي لا يا جيس من الأولي هاي أحمد محمد محمد أحمد محمد محمود سيرايو جيس من الأولي هاي إنه علامة سؤال قليل يسوى هكذا ودركن
نيكا انتا صوبة لي راها عليه ام حقو لها راي جيسي نمالي وام حقو حاد كبوليسة وابنك يا مانتي كنتو كالسنوات وحي الناجي مريد سومان الله سيون وقال الله يدل جرا ما انت نسوح الهي مالكش يقرق جمهوريد سومان الله نبوهنا ايه ايه تهيدة كده بربنا وقال هذا كفا ايدي دوتو والله يحده كفا ايدي دوتو وقال حقو لها راي وربوشو كفا ايدي دوتو وقال لا اسخوري دونا ايه ارو ماي وحيتا وحالي وحاك ذا بحيا وحاك ذا بحيا وحالي احمد محمد محمود سيلاني محمود هذا سيلاني سلطان عرب نوى قراني ومدى كمهد سلطان اللي هنكون اول نوى قرانسا وحالي ما هن اللي محاك هذا سؤال شي سلوي دي ما هو وحا عديقة هي قدورية اسمي قاقة انا قدورية بارلوة كمهد سلطان اللي الرو وحي أدي عليه برلمان كا إيه الهوش أدروه إلى السيلة يبغى القطع تود ويوكا سوعتها إذا كان سرعة جدا ليه أنا بدور رشاد أنا قبلنا وده السيلة مسرح معها مكانة بغى القطع تود ورشاد قبل مايو يسد الصبيان مايو إذا كشروه إلى الكربي إيه قرن كويدي كبري إيه كدولي أبو محمد الله برلمان كبري على وبيعي أي على الكربي أنا صور النساء وحنا ويكمل قالنا ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتحرك 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 وقت جابن بين تونا قرحة دي بسير دعيسة بعدين مايو آدي آد بان بيكون مهد علينا يا سيدي بلارنيد قرحة بدنيد آدي آدو هرس ريسي آد نوسو لويسين آدي آد بان بيكون مهد نقيا وأنا وحي اللي دكوا يقاني آد عادة يا دقتها هذا غير كرلكتي الله هيدي فردي قرحة بدنا تذكروا شو سووا ربحي لبسكي يا على مدي كنتي وحويا وقبل نمدي iyo wixii la idinku yiqeyn reer garadag ay aan u ahaayeen waxaan u maranaya reer garadag halkan goobta aan imi ka taaganahay sida hore loo sheegay waa goobta xukuumadda maanta jirta iyo xisbiga kulmiye labadaba taladoodii la isugu hagaajiyay ee loogu habeeyay way aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya waxaan ogahay diiwaangelinta lagu jiro waa jiraa gobollo iyo degmooyin iyo dad kale aan u baqaynaa waa jirtaa laakiin marnaba deegaanka garadag iyo bulshada garada ku dhaqan u biqi mayno in tiradooda iyo codkooda iyo diiwaangelintooda toona ay yaraadaan taa warwar kama qabno waa meesha keliya ee marna aan warwar laga qabin ee dadkoodu ay talada qaadan karaan guusha heli karaan iyagoo midaysan diiwaangelinta wada geli karaan gaadiidkooda iyo tamartooda isticmaalayaan hantidooda isticmaalayaan taasina wax weeyaan waa arrin annaguba aanu xaqiiqsannahay أبي كما دبعانا وي سيبنا سيرو قبل نمالا بيد نوسو دو ويسين ورطا مرتين واحي كل بانتا ايران تي ايران سعيدا ايان لقبا اي اي تيرساي سيرا اي او شاك تاي اي اي او تيرساي واحو ولبا او تساسي مد ختمو دون توي إلا وسيرك مدح توي يضا هكا يكو در تاي اما قنا وارو كل عسن taasina waa anaga waxay ka mid tahay calaamadaha goobta iyo gobolnimada reer garadagna iyo bulshadeedana waa ku ogahay aad iyo aad umaadsantiin aad iyo aad baan ku mahadcelin waxa kusoo dhawaynay wasiirka dalka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad weyn bay noo tahay garabta inaanu halkan idinku soo gaadhnay idinkala soo qayb galo dareenka iyo dardargelinta diiwaangelinta gobolka sanaag gaar ahaan degmada gaar adag oo aanu ku sugannahay ilaahay waa ku mahadsan mar labaadka waxaan jeclay inaan idinka mahad celino sidii wanaagsanayd ee aad noo soo dhaweyseen sidii qiimaha lahayd ee aad noo soorteen dhammaantoodba waa idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta qiimaha badan leh mar labaadka waxaan jeclahay inaanu idinku hambalyeyno idinku bogaadino dadaalka isku duubnida horumarka nabadda deegaankan ka muuqda garaadag ee ay caanka ku tahay waa talo iyo tabaabuushe caqli badani ka shaqeeyey waxaanu idinku bogaadinaynaa in aad
diwaan gelinta ka qayb gashaan guud ahaan bulshada gobolka sare waxaan ugu baaqaynaa xukuumad ahaan inay diwaan gelinta gobolka ka qayb qaataan qof walba inuu isdiwaan geliyo gaar ahaan degmada gara adag oo aanu galabta joogno waxaan leenahay walaalayaal mudanayaal iyo marwooyinba dhammaanteen aan diwaan gelinta ka qayb galno oo aynu xaqeena muujino waa xaq muwaadinku leeyahay inuu isdiwaan geliyo inuu yeesho aqoonsi waxaan leenahay arrintaa iyadaa aynu murug maskax iyo maal isugu geyno intaa marka laga yimaado waxaan jeclahay hadal badani meesha kuma jiro saaxiibadayba hadalkii o dhan yimi soomaalidu waxay ku maamahdaa awr baa qaba oo raqaal moodasiyey dhal wanaag ma ku faanbaa halkani waa gar adag halkani waa geedkii gar adag ee godka ahaa geedkan gar adag iyo geedkani taariikh bay leeyihiin waxay taariikh ku leeyihiin dhismaha qaranka soomaalilan waa gurigii nabadda waa halkii lagu nabadeeyey nugaal halkan baa la dhigay gogoshii ugu horreysay iyadoo lays dhiig talaalay oo aan la isbixin oo la kala baqayo ayaa reer soomaalilan oo maanta waxay dheer yihiin bulshada soomaaliyeeda kale aynu ka go'nay waxaynu dheerahay waa is-cafis waxaynu dheerahay kala garqaadasho waxaynu dheeray geed aynu ku kulanno geedka weye geedkii lagu nabadeeyey geedkani waa geed taariikh gaara kule marka dhismaha qaranka soomaalilan laga tago xisbiga kulmiye waa geed taariikh idiisa ku xardan geedkani waa geedkii axmed madaxweyne axmed siilaayo oo cadaysimaa lagu cimaamaday weeye geedkan geedkani waa geedkii hayinka iyo awrka xisbiga kulmiye caynka iyo beyda loogu giijiyey marka muxuu ahaa rag wasiifadayadani rag garada gali waayena ma nihin rag ka weywarsanna ma nihin iyadoo oo sidaasa oo ay aad tihiin dadkii doortay xukuumaddan iyo madaxweyne siilaayo waxaanu runtii jeclay inaan idinka mahad celino taageerada luxdan ee aan nala barbar taagnayeen muddada hadday tahay cood iyo hadday tahay taageero kaleba muddadii xukuumadda aanu taladu uhayay madaxweyne siilaayo gal adag waxba kama dheefin doorashadii axmed siilaayo wax dheeraada oo ummadda soomaalilan u dheer kamay faayimin bale waxaan odhan karaa waa laga badsaday waa laga badsaday waayo soomaalidu waxay tidhaahdaa qaybshaa ama wada qaadin ama qad marka haddii ay garadaga qaddo waa gar iyadaan wax qaybinayse waxaa kaloo soomaalidu ku maamaadaa caana nin ka sabra ayaa laga qadiyaa marka labada ninkan ka sabri baa loo badiyaa gar adag waxa guul u ah way libaysatay codkeed iyo taladeedi ma khasaarin dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye siilaayo u codayeyna ma khasaarin way guulaysteen xataa haddaanay hanti gaari helin horumar weyn haddaanay helin way guulaysteen waayo xisbigii ay doorteen ayaa guul keenay mar haddaan maanta naanay suxun aydaan qaadanayn oo laydin lahayn laydin yasayn laydin quursanayn laydin lahayn geedkii xumaaya talada xunay ka soo baxday oo aan laydin lahayn dadkii dadka xun doortay madaxweynaha xun keenay lig iyo faan ayay inoogu filan tahay waxa kale ummaddaynu kala qabnaa waxaan leeyahay suldaan waa sax martida in la sooro geedkanina wuxuu caan ku yahay iminka tuf iyo talo ayuu geedkani caan ku noqday markaa ragga madaxnimada doonaya murashixiinta ahi hadduu ama saarku u qabto ama ay saaciido soo bidaan way noogon lahay waa masruux weeye hase yeeshe waxaan leeyahay garadagna waa la yaqaanaa oo laguma yaqaano reer garadag iyo deegaanka dadweynaha garadag gawaaraa reer garadag laguma yaqaano laba gardaad reer garadagna laguma yaqaano
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.